والمنظومة التموينية فشلت تماما، والغلابة بقوا أكثر معاناة، والناس يعني بتئن السلع التموينية دي. هي ليه اتعملت؟ ما احنا قلنا قبل كده كثيرا، هي وزارة التموين أصلا وزارة حرب، مش موجودة في أي دولة في العالم من الدول المتقدمة، لا هي ولا وزارة الإعلام، وزارتين عملتهم مصر خصيصا من أجل الحرب، علشان الناس اللي مش لاقية تاكل يتم توفير السلع الأساسية لهم. والإعلام إنه الإعلام في توقيت الحرب يعني، فلا بد إنه يكون إعلام أيضا بيكون جزءا من الخطط الاستراتيجية. التموين الوزير فشل، ومش احنا بس اللي بنقول كده، ده حتى الهجمة عليه داخل مجلس النواب كبيرة جدا، والوزير اللي فشل فشل لأنه أداؤه هو اللي فشل. وبالتالي هنا وزير التموين، ودي القضية اللي احنا هنناقشها معاكم في نهاية الحلقة، الارتفاع الكبير في أسعار السلع التموينية، طب هنعمل فيه إيه؟ طب اللي هم عاوزين يعملوه بعد كده إيه؟ يعني طب كيف يتم استجواب الوزير وفرملته؟ وهل الوزير هيبقى على مقعده معقول بهذا الفكر اللي أدى إلى إن الناس حتى مش لاقية السلع الأساسية وارتفعت أسعارها بشكل كبير؟ تعالوا نشوف ارتفاع أسعار السلع التموينية. عملناه ده في القاهرة وفي الجيزة، نشوف أولا في الجيزة. بنستلف نكهة شهرين أصل نسرق؟ مين يحس بينا؟ كل حاجة ولعت وكل حاجة غليت، اجيب منين؟ انا علشان انزل اجيب مثلا اقصف 9 تنفار يقول لي لا البطاقه بتاعتك طالعه بنفر واحد، اجيب 5 ترغفه بدل ما اجيب ل 9 تنفار يوفروا معايا، اجيب 5 ترغفه بروح اجيب ب 10 جنيه عيش كل يوم. الزيت والسكر واحنا قاعدين ناقصين مش عارفين نجيبه منين، يعني الوقت السكر نزلوه دلوقتي 11 ونص والرز خلوه 8 جنيه ونص ومش عارفين نعمل ايه، عايزين الحاجه تهدى شويه، الوسط دلوقتي وصل 7 جنيه و8 جنيه والبطه دلوقتي وصلت 5 جنيه والحاجه كلها بقت نار. احنا عايزين دلوقتي بتوع التموين ينزلوا زي ما كانوا بينزلوا زمان، دلوقتي كل محل بيبيع كل سعر لوحده. مفيش حاجه يعني كله مفيش حاجه متوحده وكل يوم الحاجه بتغلى. الرز ب 11 جنيه وبيقولوا لي الزيت معرفش ب 15 جنيه والسكر بعد ما كان بخمسه بقى ب 8 جنيه، طب هنجيب ايه ولا ايه؟ احنا جايبينه الشهر اللي فات ب7 وجايبين الرز ب8 النهارده بيقولوا ب11 جنيه، طب الواحد هيجيب ايه؟ وانا كل البطاقه بتاعتي 4 انفار، حرام كده اللي احنا فيه، يرحمونا شويه، كفايه اللي احنا فيه بقى، احنا ناقص ايه؟ ناقص نسرق؟ لو سرقنا هيسجنونا، يبقى هم عايزين مننا ايه تاني؟ دلوقتي 5 سكر وخمسه رز ب12 جنيه كل شهر بيزود، يرضى ربنا ده؟ احنا بنستلف نكمل شهرنا، ما يرضاش ربنا ده. مش معقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، طب نشتكي لمين؟ نقول لمين؟ مين يحس بينا؟ احنا عايزين حد يحس بينا. مفيش حد حاسس بينا، 6 شهور متتاليين غلا غلا غلا، يعني الحاجة بتغلى مرتين وتلاتة في اليوم. كل يوم والتاني الحاجة تغلى، طب نعمل إيه؟ نسرق ولا ننصب ولا ننهب ولا نعمل إيه بالظبط؟ احنا مش عاوزين غير حاجة ترخص وخلاص، نعرف نعيش وبس. لازم يخلوا مثلا في رحمه للناس الغلابه والناس اللي هم صحابات العيال. الحل ان احنا نهجم البلد ديت احسن. سيبها للحكومه احسن، الناس الاغنياء. قبل ما نشوف بقى في القاهرة، شفتوا الجمل اللي بيستخدمها الناس، وجمل تلقائية يعني نابعة من القلب، يعني الناس بتئن وبتتوجع ووصلت المسألة للسلع الأساسية الحياتية المصيرية. وزير التموين يوصف دائما بأنه وزير الغلابة، دي قضيته الأساسية، فلما يبقى هو الأكثر دهسا لهم يبقى الحقيقة احنا وقعنا في مأزق كبير. تعالوا نشوف في القاهرة أيضا تأثير ارتفاع السلع التموينية.
يرضيش ربنا ب 8 جنيه. راجل عنده بيت بخمس تنفار هيوكلهم ايه؟ انا من عايز اكل عادي يمكن يضحك. للمرة الرابعة خلال شهرين تقرر الحكومة زيادة جديدة في أسعار السلع التموينية وأهمها السكر والزيت. السكر احنا كنا آخر مرة واخدينه بسبعة، النوبادي بقى مش عارفين يغلوه بكام. التموين ادانا دعم زيادة على كل فرد وخده من الناحية التانية بالأسعار اللي بتزيد. احنا ثلاث أفراد، أنا وابني وجوزي، ثلاثة سكر وزيت ساعات ما بنلقاهوش كمان. الأربعة كل نفر كيلو وإزازة زيت. الزيت في شارع الجديد ب 24 سايب والله العظيم. الزيت دلوقتي ب 12 جنيه، و 10 جنيه بقت ب 12 جنيه، ده حرام. صحابات العيال يعملوا ايه؟ السكر غالي، كل حاجه بقت غاليه، ومعايا خمس عيال وجوزي متوفي، اجيب لهم منين مصاريف؟ السكر والزيت احنا ما بنكفيناش 4 كيلو، انا معايا 6. يعني احنا لما نروح نجيب بتاعه التموين يقول لي 2 كيلو سكر، 2 كيلو سكر هيكفوني طول الشهر؟ التموين مش عارفين نعيش بيه. الرز ب 10 جنيه بعد ما كان ب 2 جنيه وب 3 جنيه. لما باخد انا ازازه زيت وكيلو سكر 28 جنيه، هو عامل لي دعم 21 جنيه، هيعمل لي ايه الدعم ال 21 جنيه دولار؟